السلام عليكم ورحمة الله، رمضان مبارك سعيد. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز الصغير LCD صيني الصنع، به مشكل على الإضاءة كما تلاحظون، يعني إضاءته غير طبيعية، بحيث هاد الجهة تظهر إضاءة يعني وهاد الجهة تظهر إضاءة يعني مظلمة أو معتمة. إذا على العموم الإضاءة هاد التلفاز يعني غير طبيعية، بها مشكل. إذا هذا هو مشكل التلفاز، الآن سأقوم بفتحه ونكتشف، تابعوا. إذا هذا هو شكل التلفاز من الداخل، وهذا هو الانفيرتر الخاص بإشعال لمبة الفلورسنت لإضاءة الخلفية. بما أن الإضاءة يعني تظهر ضعيفة، احتمال أن يكون الجهد الذي يغذي الانفيرتر ككل ضعيف، والجهد الذي يشتغل به الانفيرتر هو جهد 12 فولت، لأن ككل هاد الشاشة وهاد التلفاز يشتغل ب 12 فولت. إذن أول شيء علي فعله الآن هو فحص الجهد الذي يشتغل به الانفيرتر، ألا وهو 12 فولت، لنرى إن كان يعني جهد موجود وصحيح. إذن نوصل الكهرباء، نأخذ المالتيمتر، أضع سالب المالتيمتر هنا في القطعة الحديدية، والموجب سوف أضعه في هذا المحول هنا. لاحظوا موجودة يعني تقريبا 12 فولت، إذن الجهد الذي يشتغل به الانفيرتر فهو جيد. إذن أصدقائي، هذا المشكل له احتمالا اثنان، إما المشكل من لمبة الفلورسنت بها خلل، أو المشكل من هذا المحول، هذا الترانسفورمر يعني ربما يكون لا يخرج الجهد بشكل كافي لكي تشتغل اللمبة بكامل إضاءتها. وهذا الانفيرتر المركب في الشاشة لنقول عليه يعني انفيرتر بسيط أو انفيرتر بدائي، بحيث لا يتوفر على نظام الحماية، بحيث هذا العطل لو كان في تلفاز LCD يعني مطور سوف الانفيرتر يفصل، يعني عندما تكون إضاءة ضعيفة أو اللمبة بها خلل أو المحول هذا به خلل، فنظام الانفيرتر يعني يفصل أوتوماتيكيا، يدخل في وضع الحماية. إذن كما قلت، هذا المشكل ربما يكون من اللمبة أو الجهد الذي يشغل اللمبة، الجهد مسؤول عن هذا المحول، ربما يكون الجهد ضعيف. عليكم تعلموا شيء، لمبة الفلورسنت عندما يكون الجهد الذي يشغلها ضعيف فهي يعني تشتغل بالنصف، يعني لا تشتغل بإضاءتها كاملة، فقط يشتغل النصف جيد والنصف الآخر لا يكون يعني جيد، يكون مظلم. وطبعا تشتغل بتيار متردد أو جهد متردد، ليس يعني مستمر. إذن أصدقائي، أول شيء سوف أقوم به الآن هو تركيب مكتف سيراميكي بدل هذا المكتف، لأن بعض الأحيان نجد بأن المكتف هو سبب ضعف الجهد. وللإشارة، هذا الجهد هنا لا يمكننا قياسه بالمالتيمتر العادي، لأنني حاولت يعني مرة أن أقوم بفحصه وبالتالي أتلفت المالتيمتر، أصبحت تعطي قياسات أو قراءات غير طبيعية، والأرقام خاصتها يعني تبعثرت إلى آخره. لاحظوا هذا الجهد يعني كيف هو، فهو تيار يعني متردد. لاحظوا عندما أقرب القطعة الحديدية أو البرغي هنا، لاحظوا كيف هي هذه الشرارة. إذن لا يمكننا قياسه أو فحصه بالمالتيمتر العادي هذا. وكما قلت لكم، هذا الانفيرتر فهو بدائي، لو كان الانفيرتر يعني مطور لا، لو لمسته هكذا بهذه الطريقة سوف يفصل مباشرة، بينما هذا فهو شغال بشكل الآن مستمر. إذن سوف أركب مكتف سيراميكي فوق هذا ونرى الإضاءة كيف تصبح، لأن بعض الأحيان كما قلت هذا المكتف بيكون هو سبب ضعف الجهد الذي يشتغل به اللمبة، لمبة الفلور. إذن سأفصل الكهرباء الآن، سوف أركب هذا المكتف السيراميكي، هذا قيمته 474 نانو فاراد، سأركبه هنا. إذن الآن سوف أجرب، سأوصل الكهرباء،
يدير لي نارو نضغط على زر التشغيل لاحظوا اعتقد بان الاضاءه اصبحت يعني احسن من الاول ساطفئ الان سوف ازيل هذا المكتف هذا ساجرب مجددا إذن التلفاز شغال وسوف أضيف هذا المكتفة لنرى الإضاءة هل ستتغير يعني فعلا تتغير لاحظوا عندما أركب هذا هذه الإضاءة لاحظوا رأيتم يعني رأيتم؟ إليكم ما سوف أقوم بأصدقائي سوف أزيل هذا المكتف السيراميكي هذا أزيله بالكامل لكي لا يؤثر على شيء ربما هو تالف لأنني عندما أركب هذا المكتف الإضاءة يعني كما تلاحظون يعني ترتفع شدتها على هذا الشكل نشغل مجددا رأيتم الإضاءة أعتقد بأنها عادية نضغط على الميني رأيتم أصدقائي بقيت يعني مظلمة قليلا من هذه الجهة من هذه الجهة قليلا قليلا أعتقد بأنني لو ركبت مكتفة أكبر من 474 نانو فاراد سوف تشتغل الإضاءة جيدة أعتقد بأنه مشكل أصدقائي هذا مشكل مكتف هذا المكتف السيراميكي هذا هو هذا وغير مكتوب يعني ليس مكتوب عليه لا رقم ولا شيء لكي نقوم بفحصه رأيتم المهم ما سوف أقوم به الآن سوف أبحث على مكتف أكبر يعني قيمته أكبر من هذا هذا 474 نانو فاراد سوف أركب قيمة أعلى نركب قيمة أعلى ونرى الإضاءة الآن كما رأيتم يعني تحسنت بقي القليل يعني تظهر لي يعني يوجد فرق هنا هذا المنطقة أما هذه المنطقة تظهر جيدة إذا لو ركبت مكتف آخر سوف بالتأكيد سوف ينحل هذا المشكل سوف تصبح إضاءة يعني متزاوية أو متساوية أعتذر متساوية إذا أصدقائي تابعوا إذا أصدقائي لم أجد مكتفة أكبر قيمة من التي ركبت كما تعلمون أنا في المنزل يعني لست في الورشة ونكتفي بهذا القدر أعتقد بأن الفكرة قد وصلتكم أصدقائي وحتى التلفاز يعني إضاءته الآن يعني أحسن مما كانت لقد رأيتم الفرق بأعينكم فقط استبدلت هذه المكتفة هذه بدل هذه الصغيرة والنتيجة كما رأيتم هذا الفيديو أصدقائي يعطيكم فكرة على أن هذه المكتفات السيراميكية الموجودة في الانفرتر يعني تعمل مشاكل ومشاكل من بينها ضعف الإضاءة وفي تلفزيونات الـ LCD يعني المطورة الانفرتر يكون بنظام حماية وكذا عندما يكون المكتف يعني ضعيف أو بمثل هذا المشكل الانفرتر يعني يعطي إضاءة ويفصل يعني تظهر الصورة لثواني وتفصل إذا أصدقائي نأتي لنهاية الفيديو وأتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم وادعوا لي بالخير أصدقائي وغفر الله لي ولكم وإلى الفيديو المقبل مع السلامة